بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنتناول بعض الأسئلة عن فصل تجزئة السوق. السؤال الأول هو: أي مما يلي ليس طريقة لتقسيم الأسواق الاستهلاكية؟ إيه من المعايير اللي جاية لا يعتبر أساس بستخدمه في تقسيم السوق لقطاعات؟ هل هو المعيار الجغرافي؟ هل هو المعيار السلوكي؟ هل هو المعيار الديموغرافي؟ ولا هو الطلب المشتق؟ الإجابة هي الطلب المشتق. ليه الطلب المشتق؟ لأن إحنا أخدنا الجغرافي ممكن أقسم السوق على حسب المناطق والدول. المعيار السلوكي ممكن أستخدم المناسبات، ممكن أستخدم معدل الاستخدام، ممكن أستخدم المنافع المرجوة من منتج وأقسم على حسب المعيار السلوكي. في المعيار الديموغرافي زي السن، زي الدخل، زي النوع. لكن الطلب المشتق ما يعتبرش من المعايير اللي ممكن أقسم بيها السوق لقطاعات. السؤال الثاني: تقسيم السوق على أساس الولاء للعلامة، معدل الاستخدام، المنافع التي يرجوها المستهلك من المنتج، يسمى التجزئة على أساس المناسبات، السيكوغرافي، السلوكي ولا السوق؟ ها تفتكروا الإجابة إيه؟ هو طبعا اللي هو إيه؟ السلوكي. لأن المناسبات والولاء للعلامة ومعدل الاستخدام والمنافع التي يرجوها المستهلك من المنتج، كل ده يندرج تحت التقسيم السلوكي. والسايكوغرافي بيبقى ليه حاجتين، اللي هو نمط الحياة والطبقة الاجتماعية. أما السوق لا يندرج تحت المعايير اللي ممكن أستخدمها في تقسيم السوق لقطاعات، لأن أنا السوق دوت هو ده اللي بقسم بيه السوق ككل. السؤال الثالث: يستخدم المسوق الذي يبيع عروض مختلفة في مجتمعات مختلفة التجزئة على أساس إيه؟ واحد بيبيع منتجه في عدد من الأسواق المختلفة أو المجتمعات المختلفة، تفتكر هو هيقسم المجتمع السوق بتاعه على أساس إيه؟ على أساس الدول أو على أساس المجتمعات؟ يبقى ده أساس اسمه إيه؟ اسمه الأساس الجغرافي. صح كده؟ الأساس الجغرافي هو الأساس اللي بقسم بيه السوق بتاعي على حسب الدول، على حسب المناطق، على حسب المحافظات، على حسب الريجن بتاعه أو المنطقة بتاعته. فده يعتبر أساس إيه؟ أساس جغرافي. السؤال الرابع: غالبا ما يستخدم المسوقون الذين يبيعون السيارات الفاخرة الدخل كمتغير للتجزئة. الدخل هو أحد العوامل المبنية على أساس إيه في التجزئة؟ هو يندرج الدخل يندرج تحت انه معيار في التقسيم؟ هل هو المعيار الجغرافي ولا السايكوغرافي ولا الديموغرافي ولا السلوكي؟ طبعا هو المعيار الايه؟ الديموغرافي. لان المعيار الديموغرافي هي مجموعه من الخصائص بقدر اوصف بيها الشعب او مجموعه من الايه؟ الافراد، زي الدخل، زي السن، زي النوع. الحاجات دي كلها من العوامل الديموغرافيه، ودي ممكن اقسمها في الايه؟ واستخدمها في تقسيم السوق لقطاعات. يبقى المعيار اللي الدخل يندرج تحت المعيار الايه؟ الديموغرافي. السؤال الخامس: نوع من انواع الاستراتيجيات التسويق الجزئي وتعرف بالماس كوستمايزيشن تتمثل فيه. ايه النوع من انواع التسويق الجزئي؟ هو التسويق المحلي واللي يعرف باسم الماس كوستمايزيشن، التسويق المحلي ولا التسويق الفردي ولا التسويق المركز؟ طبعا هو التسويق الايه؟ التسويق الفردي. التسويق الفردي قايم على ان انا امسك كل فرد في القطاع اللي انا اخترته واعمل له منتج يناسب احتياجاته. فانا كده انا الاستراتيجي انا بستهدف مين؟ بستهدف كل مستهلك على حده، وكل مستهلك بلبيه واعمل له مزيج تسويقي بصوره منفصله عن المستهلكين الايه؟ الاخرين. السؤال السادس: الخطوه الاولى لاستهداف السوق تتمثل في، اول خطوه بتتمثل في رسم صوره ذهنيه ولا تقسيم السوق لقطاعات ولا اختار القطاع ولا لا شيء مما سبق؟ اول حاجه عشان استهدف السوق بعمل ايه؟ قبل ما استهدف السوق لازم اقسم السوق لايه؟ اقسم السوق لقطاعات. صح كده؟ وبعد كده استهدف السوق، اختار السوق اللي انا عايزه اقدم له المزيج التسويقي، وبعد كده اقدم له عروض تسويقيه متميزه اللي احنا بنسميها التمايز، وبعد كده اقسم له صوره ذهنيه في عقله عن المنتج، ودي اسمها التمركز. فاول خطوه هو تقسيم السوق الى ايه؟ تقسيم السوق لقطاعات. السؤال السابع: اي من الخطوات التاليه عند استهداف القطاع السوقي تاخذ في الاعتبار العروض التسويقيه للمنافسين؟ ايه الخطوه وانا بستهدف السوق باخد العروض التسويقيه للمنافسين في الاعتبار؟ طبعا هي رسم صوره ذهنيه للمنتج، لان انا بحاول ان انا اخد جزء من عقل المستهلك واحتله من خلال ان انا اقارن نفسي بالمنافسين. اوكي؟
يبقى ده ايه، يبقى رسم ده الخطوه ديت بتاعه رسم الصوره الذهنيه للايه، للمنتج. السؤال الثامن، ما هي الخطوات الاربعه اللازمه لتصميم استراتيجيه تسويقيه موجهه بالعميل؟ ده بالترتيب يعني، اول حاجه بعملها ايه، وبعدين ايه، وبعدين ايه، هما 4 خطوات. تفتكروا ايه؟ اول طبعا حاجه هي تجزئه السوق، تاني حاجه استهداف السوق، تالت حاجه اقدم له عروض متميزه التميز، وبعد كده ايه، التمركز. يبقى ال4 خطوات بالترتيب، التجزئه وبعدين الاستهداف وبعد كده التمايز وبعد كده الايه، التمركز. السؤال التاسع، قررت شركتك اطفاء الطابع المحلي على منتجاتها وخدماتها لتلبيه متطلبات السوق المحلي، فان الطريقه الجيده لتجزئه السوق هي التجزئه على اساس ايه؟ انا عايزه اطفي، اضيف الطابع المحلي على المنتجات عشان البي كل سوق على حده، او كل سوق محلي على حده، بحيث ان انا اخد في الاعتبار الاختلافات بين سوق وسوق. خلاص كده، يعني مثلا المنتج في السعوديه ليه طابع محلي معين، لو انا مثلا ملابس فيبقى ليهم ملابس معينه او خط ملابس معين، غير اللي مثلا اللي موجود في مصر، غير اللي موجود في مثلا تونس، وهكذا. هنا كده كده بقسم السوق على اساس ايه؟ طبعا هنا تقسيم على اساس الايه، الجغرافي، ان الناس لما بتبقى تواجد في اماكن مختلفه، او الناس لما تتواجد في مكان نفس المكان، بيبقى سلوكها واحد وتبقى استهلاكها ونمط استهلاكها واحد، وبالتالي كل مجموعة من الناس ساكنين في حتة واحدة يبقى نعمل لهم مزيج تسويقي ايه، مختلف عن الناس التانيين. السؤال العاشر، احد محلات لبيع مستلزمات الحيوانات الأليفة قامت بتسويق سوق الحيوانات الأليفة وفقا لمهنة ودخل وعرق مالك الحيوانات الأليفة، فما هو نوع التقسيم الذي يستخدمه المحل؟ دخل ومهنة وعرق، يبقى ده كله يندرج تحت مين؟ طبعا كل ده يندرج تحت الاساس الديموغرافي، اوكي، اللي انا هوصف بيها الايه، التركيبه بتاعه الشعب. السؤال 11، من خلال التحدث الى العديد من المنافسين في المعرض التجاري الاقليمي، علمت انهم يستخدمون القاعده الاكثر شيوعا لتقسيم السوق، فما هو هذا العامل في التقسيم؟ هم بيستخدموا اكتر معيار ممكن كل الناس بتستخدمه او كل الشركات بتستخدمه، تفتكروا ايه هو المعيار اللي الشركات دي بتستخدمه؟ طبعا هو المعيار الديموغرافي، لان احنا زي ما احنا قلنا في المحاضره قبل كده ان المعيار الديموغرافي هو من اكثر المعايير استخداما في تقسيم السوق الى ايه؟ الى قطاعات. السؤال 12، كثيرا ما يتم استخدام المتغيرات الديموغرافية في تجزئة السوق، طيب ليه المعيار ده أكثر شيوعا أو أكثر استخداما في تجزئة السوق للقطاعات؟ هل هو عشان بينشئ قطاعات أصغر مقارنة بالمتغيرات الأخرى؟ ولا عشان هو بينشئ قطاعات يتم الوصول إليها بسهولة أكبر؟ ولا عشان هو من السهل قياسه مقارنة بالمتغيرات الأخرى؟ ولا هو عشان بياخد في الاعتبار سمات أقل لتجزئة السوق مقارنة بالعوامل الأخرى؟ تفتكروا أنه حاجة؟ طبعا زي ما احنا قلنا قبل كده، عشان هو من أسهل المعايير في القياس، فعشان كده بنختاره في الإيه؟ في التجزئة، أو الشركات بتختاره في التجزئة. السؤال اللي بعد كده، السؤال 13، شركة ملابس ومستحضرات تجميل من المرجح أن تستخدم أي أساس للتجزئة؟ السن، النوع، المتغير السلوكي، ولا الجغرافي؟ زي ما احنا اتكلمنا قبل كده على شركه نيفيا، هي شركه نيفيا استخدمت انه معيار في التجزئه لما قدمت خط للسيدات وخط للرجال، مستحضرات تجميل للسيدات ومستحضرات تجميل للرجال، استخدمت ايه؟ طبعا هي بتستخدم معيار الايه، معيار النوع. اكثر الشركات ملابس ومستحضرات الجميل التجميل بتستخدم معيار النوع في تجزئه السوق الى قطاعات، فبتقدم لكل نوع من الناس، يعني الرجال لوحدهم والاطفال لوحدهم، ام سوري الرجال لوحدهم والسيدات لوحدهم، بتستخدم او بتقدم لهم خطوط ايه، منفصله. السؤال 14، مسوقو السيارات والخدمات المالية عادة ما يقومون باستخدام أي أساس لتقسيم لتجزئة السوق؟ زي ما أنا كنا اتكلمنا قبل كده عن الشركات السياحية والفنادق، لما كانت الفنادق بتعمل طابق لرجال الأعمال وطابق والغرف التانية الإيه لباقي الناس، هي كانت بتقسم السوق بتاعها على أساس إيه؟ طبعا على أساس الدخل. اساس الدخل هو اللي بنقسم بيه السوق على اساس الدخل، بقى نقدم سيارات مثلا فخمه وكده للناس الاغنياء، وسيارات اقتصاديه للناس المحدوده الدخل، وهكذا، اوكي. يبقى الدخل هو اكتر استخداما في مسوق السيارات بيستخدموه، والشركات الايه، السفر والسياحه والفنادق وكده. السؤال 15، ما نوع التجزئة الذي يتمحور حول كلمة استخدام كلمة متى؟
مثل متى يحصل المستهلكون على فكرة الشراء، متى يشترون، ومتى يستخدمون المنتج الذي تم شراؤه. تفتكروا أنه نوع من التجزئة، دي معلومة إضافية أنا ما كنتش طرحتها في المحاضرة، أنه معيار من المعايير ديت بتاخد في الاعتبار كلمة متى، بتاخد في الاعتبار إمتى المشتري بيجيله فكرة الشراء، إمتى بيشتري، إمتى بيستخدم المنتج. طبعا المناسبات، لأن زي ما احنا اتكلمنا قبل كده إن المناسبات المسوق بيشوف بعض المناسبات أو الأعياد أو الفترات اللي بيشتري فيها المستهلك بعض المنتجات، الأعياد، عيد الفطر، عيد شم النسيم، عيد الأضحى، في لكل عيد من الأعياد ديت منتجات الناس بتشتريها. فبالتالي المسوق يبقى عنده مثلا إيه، موسم العيد الكبير، موسم العيد الصغير، موسم شم النسيم، ويقدم المنتجات بتاعته إيه والأوفرز بتاعته في المناسبات دهيت بكثافة، لأن ده إيه هو سأل نفسه عشان يقسم الدنيا دي كده إزاي، سأل نفسه إمتى المشتري بتجيله الفكرة وإمتى بيشتري. عشان كده إحنا بنسميه التجزئة على أساس الإيه، المناسبات، الوقت والتايمز اللي هو بيشتري فيه، الوقت اللي بيتارجت فيه. السؤال الستاشر، ده ما يمكن تحديد القوة الشرائية وحجم القطاع وملامح القطاع. فإن القطاع يمتلك شرط أن يكون زي ما احنا اتكلمنا قبل كده، إن احنا قلنا إن القطاع عشان يبقى التقسيم اللي أنا استخدمته تقسيم فعال لازم يكون في بعض الشروط في القطاع. أولا قابلية للقياس، يسهل الوصول إليه، كبير بشكل كبير، التمايز، قابل للتنفيذ، كل دي من المعايير. ولكن أنه من المعيار من المعايير دي هو اللي بقدر اللي هو تحديد الحجم والقوة الشرائية وملامح القطاع، طبعا القابلية للقياس. كل ما كان القطاع أقدر أقيس حجمه وأقدر أقيس قوته الشرائية وأقدر أقيس ملامحه الأساسية، فده بيعتبر القطاع قابل للإيه؟ قابل للقياس. السؤال السبعتاشر، عندما يكون القطاع السوقي كبيرا ومربحا بما يكفي لخدمته، يطلق عليه قابل للقياس، يسهل الوصول اليه، كبر حجم القطاع، قابل للتنفيذ والتمايز. طبعا هو انه واحد من المعايير ده هي طبعا هو حجم، كبر حجم القطاع. زي ما احنا اتكلمنا عشان التقسيم اللي انا استخدمته يكون فعال، لازم القطاعات اللي انا استهدفتها وقسمت على اسال القطاعات اللي قسمنا سوق لمجموعه من القطاعات، فالقطاعات ديت لازم تكون كبيره بشكل كفايه، وبالتالي لما اقدم لها المزيج التسويقي فهي هترد لي تكلفه المزيج دوت، وفي نفس الوقت هتحقق لي ربح، فلازم يبقى القطاع كبير بايه بشكل كافي، يبقى ده كبر حجم الايه، كبر حجم القطاع. السؤال ال 18، عندما يمكن تصميم برنامج فعال لجذب وخدمة القطاع المختار، فإنه من الأفضل وصف القطاع على إنه قابل للقياس، يسهل الوصول إليه، كبر حجم القطاع، قابل للتنفيذ ولا التمايز. طبعا هو قابل للتنفيذ، اكشنبل زي ما احنا قلنا قبل كده، ان انا خلاص اوكي قسمت السوق لقطاعات واخترت القطاع، لقيت ان القطاع اقدر اخدمه واقدر استهدفه وعندي الموارد الماليه اللي اقدر استهدفه بيها واقدم له برنامج تسويقي جذاب، فده يبقى اسمه قطاع ايه، قابل للتنفيذ. ولكن لما شركه زي ما احنا اخذنا في المثال، الشركه اللي قسمت السوق لسبع قطاعات وما قدرتش تخدمه لان ما كانش عندها عاملين كفايه، وكان بالتالي كان هنا المعيار بتاع القابليه للتنفيذ ما كانش متوفر في القطاع دوت. السؤال ال 19، لقد اكتشفت ان القطاعات التي استهدفتها يمكن تمييزها كما انها تستجيب بشكل مختلف للمزيج التسويقي، تلك القطاعات تعتبر تتسم بايه؟ هي قابله للقياس ولا يسهل الوصول إليها ولا كبر حجم القطاع ولا قابل للتنفيذ ولا التمايز؟ طبعا الإجابة هي التمايز، لأن زي ما قلت لك إحنا جبنا السوق الكبير قسمناها لقطاعات، وبالتالي كل قطاع لازم يستجيب بشكل مختلف عن القطاعات التانية وفقا للمزيج التسويقي. يعني لو قدمت كل قطاع نفس المزيج التسويقي، المفترض ان هو كل واحد فيهم يبقى رد فعله يختلف لان احتياجاته بتبقى ليه مختلفه، فبالتالي يبقى انا كده لو كانت استجابتهم مختلفه يبقى في تمايز ما بينهم، يبقى في القطاعات ديت ايه متميزه او التمايز. السؤال العشرين، لتقييم قطاعات السوق المختلفة التي تستخدمها شركتك ستنظر إلى هذه العوامل باستثناء. وأنا بقيم القطاع وشوف القطاع ده يناسبني ولا ما يناسبنيش، بشوف إيه، بدور على إيه، هل بدور على حجم القطاع ولا بدور على نمو القطاع ولا بدور على جاذبية القطاع ولا بدور على قيم الشركة ولا بدور على موارد الشركة.
طبعا المعيار الحجم طبعا لازم اخده في الاعتبار، معيار النمو لازم اخده، الجاذبيه القطاع لازم اخدها، لازم كمان اخد في الاعتبار موارد الشركه وهل الشركه هتقدر تخدم القطاع ولا لا وفقا لمواردها. ولكن اللي انا ما باخدوش في الاعتبار قيم الشركه، الفاليوز بتاعه الكامباني ما باخدهاش في الاعتبار وانا بقيم القطاع. السؤال 21، اي مما يلي ليس من الاسباب التي تجعل القطاع السوقي اقل جاذبيه؟ هل المنافسين الأقوياء ما بتخليش القطاع مش جذاب، ولا المنتجات البديلة، ولا السوق المركزة، ولا نفوذ المشترين، ولا نفوذ الموردين؟ تفتكر أنه اختيار من الاختيارات ده؟ هي طبعا هي السوق المركزة، لأن وجود منافسين أقوياء يجعل السوق للقطاع غير جذاب، المنتجات البديلة يجعل القطاع غير جذاب، وجود مشترين لديهم نفوذ ويقدروا يساوموا وعندهم قوة مساومة يجعل القطاع غير جذاب، وجود نفوذ للموردين ويقدروا يحددوا جودة وكمية الموارد الحاجات اللي بيوردوها أو الكمية الموردة يجعل السوق القطاع السوقي غير جذاب. ايه اللي ما يخليش القطاع السوق او ملوش دعوه بجاذبيه القطاع؟ هي السوق الايه؟ السوق المركزه. السؤال 22، عندما تستخدم شركه شحن التسويق المجزأ، يعني مش هتاخد التسويق كله ولكن هتجزأ السوق لايه؟ قطاعات، حيث تستهدف عده قطاعات ويسمم عروض منفصله لكل قطاع يلا حده، يعني بعد ما هي هتستهدف هتاخد السوق تقسمه لقطاعات وكل قطاع هتستهدفه من خلال ان هي هتقدم له العرض التسويقي، كل قطاع يختلف عن القطاعات الايه؟ الثانيه. يسمى هذا الاستراتيجيه في التسويق، اسمها استراتيجيه غير متميزه ولا متميز ولا الهدف ولا الفردي؟ طبعا هي الايه؟ المتميز. لو انا استهدفت كل قطاع بمزيج تسويقي يختلف عن القطاعات التانية يبقى اسمها استراتيجية التميز او استراتيجية التسويق غير المتنوع، ده كله يندرج يعني نفس المسمى. باستخدام السؤال 23، باستخدام التسويق المركز يذهب المسوق خلف، هو المسوق وهو بيستخدم استراتيجية التسويق المركز بيذهب بيحاول يعمل ايه؟ يذهب المسوق خلف حصة نقط من نقط، هل هو بيسعى حول حصة صغيرة من سوق صغير، ولا حصة صغيرة من سوق كبير، ولا حصة كبيرة من قطاع واحد أو عدد قليل جدا من القطاعات، ولا حصة كبيرة من السوق ككل أو السوق الشامل؟ طبعا الإجابة هي حصة كبيرة من قطاع واحد، لأن التسويق المركز الشركة بتبقى موارد الشركة محدودة، فبالتالي هي بتركز بس على قطاع واحد وبتحب تخدمه على أساس إن هي تاخد أكبر قدر ممكن من القطاع دوت أو من حصة القطاع دوت. السؤال 24، تقوم أحد الشركات بتفصيل عروضها لمجموعة من المستهلكين في القطاع، يشار إلى هذه الممارسات لتصميم المنتجات والبرامج التسويقية لتناسب أذواقهم باسم التسويق. هي مسكت القطاع وخدت منهم مجموعة من الناس وقالت هخدم المجموعة ديت من القطاع جوه القطاع، يعني بعد السوق ما تقسم قطاعات دخلت القطاع وخدت شوية ناس جوه القطاع وقلت هم دول اللي هخدمهم، ده يسمى تسويق مركز ولا شامل ولا متميز ولا جزئي؟ طبعا الإجابة هي الايه؟ الجزئي. السؤال 25، أي مما يلي يعتبر أضيق استراتيجية للتسويق؟ يعني أصغر استراتيجية، هي بتركز على مين؟ يعني هل هي بتركز على السوق ككل، ولا بتركز على جزء من السوق، ولا بتركز على جزء من القطاع؟ أنه واحدة أضيقهم؟ الاستراتيجية المجزأة، ولا التسويق الجزئي، ولا التسويق المتميز، ولا التسويق الشامل؟ طبعا هي اضيق واحده، ويعني اضيق واحده او السكوب بتاعها او الناس اللي بتترجتهم او محبه صغيرين او قليلين جدا، هي التسويق الايه؟ التسويق الجزئي. ولكن التسويق المتميز انا بقسم قطاعات وبقدم لكل قطاع مزيج تسويقي يناسبه، التسويق الشامل بستهدف السوق كله من غير ما اقسمه ولا حاجه، استراتيجيه المجزأة يعني بقسم السوق لقطاعات، التسويق الجزئي يعني معنيها ان انا بخش جوه القطاع واخد مجموعه من الناس، فبالتالي هي دي اضيق واحده او التارجت بتاعها او الاستهداف بتاعها بيكون على عدد قليل جدا من المستهلكين، فعشان كده بنشوف ان هي ايه؟ اضيق استراتيجيه للتسويق. السؤال اللي بعد كده، السؤال 26، عندما تتفاعل شركتك مع عدد كبير من العملاء كل على حدة لخلق قيمة فريدة للعملاء من خلال تصميم منتجات وخدمات مصممة خصيصا لتلبية الاحتياجات الفردية لكل منها، فإنك تتبع أن استراتيجية بقى دخلت على القطاع مسكت كل عميل قدمت له منتج يلبي احتياجاته، يعني كل عميل ليه مزيج تسويقي ينفصل عن العملاء التانيين، ده اسمه التسويق الايه؟ اسمه التسويق الفردي.
هو ده بقى الماس كوستمايزيشن. ده الماس ايه؟ ده تعريف الماس كوستمايزيشن اللي احنا خدناه في السؤال اللي قبل كده في بدايه الاسئله. السؤال 27، ما هي المجموعه التي تحدد موضع او مركز المنتج بالنسبه للمنتجات المنافسه؟ هو مين اللي هيحدد لك مركزك او موضعك مقارنه بالمنافسين؟ هل هي الشركه المصنعه ولا تجار الجمله ولا تجار التجزئه ولا المستهلكين؟ طبعا الاجابه هي المستهلكين. طبعا السؤال ده عايز بس حد يستخدم دماغه شويه. هو دلوقتي الشركه بتحاول انها تاخد حته من عقلك وتخليك تقارن بين المنتج بتاعها والايه منتج الشركات المنافسه، صح كده؟ فاللي بيحط مركزك وموضعك واللي بمقارنه بالمنافسين اذا كنت اقل او اعلى من المنافسين او بيقيمك هو مين؟ هو المستهلك، هم المستهلكين. السؤال 28، يعتمد موضع المنتج او مركز المنتج على سمات مهمه من وجهه مين؟ نظر مين؟ مركزك في دماغ المستهلك بيتحط من وجهه نظر مين؟ وفقا لاهميه ايه؟ مين اللي بيحدد لك المعايير؟ الموردين ولا المنافسين ولا المستهلكين ولا المدراء؟ طبعا المستهلكين. المستهلك هو اللي بيحدد ايه السمات المهمه واللي خلتك انت افضل او اقل من المنافسين. يبقى ده من وجهه نظر مين؟ المستهلك. المستهلك هو اللي بيعمل ايه؟ انت بتحاول ترسم له الصوره او تحاول تعمل لنفسك ايمج في دماغه، ولكن هو اللي المركز بتاعك في دماغه بيتحدد وفقا اللي هو وجهه نظره هو. السؤال 29، عندما اختار المسوقون في بريتكال اند جامبل، دي شركه طبعا الامريكيه المعروفه جيل الالفيه، وهي فئه ديموغرافيه تضم طلاب، هي سمت كده مجموعه من الناس اسمهم جيل الالفيه وهم طلاب الجامعات، واعتبرتهم مجموعه غير مستغله من العملاء المحتملين لخط منتجات جديد، وهتبتدي تستهدف الطلاب دي. هنا الشركه تنفذ اي خطوه في عمليه تصميم استراتيجيه تسويقيه موجهه بالعملاء، تجزئه السوق، التسويق الشامل، التمايز، الاستهداف. طبعا هي الايه؟ الاستهداف. هي مسكت السوق، قسمته، وبعد ما قسمته اختارت مجموعه طلاب الجامعه وقالت دول هم اللي هخدمهم. يبقى دي انه واحده انه خطوه، هي خطوه الايه؟ الخطوه الثانيه اللي هي خطوه الايه؟ الاستهداف. السؤال اللي بعد كده، عندما تقوم شركه المحيط الهادي بتجميع عملائها كدول، يعني تجميع العملاء على حسب الدول بتاعتهم، خلاص كده مثل اسيا واستراليا ونيوزيلندا، العملاء اللي في اسيا لوحدهم والعملاء اللي في استراليا لوحدهم والعملاء اللي في نيوزيلندا لوحدهم، هنا استخدمت اي اساس للتجزئه؟ هل هي العوامل الاقتصاديه ولا العوامل الجغرافيه ولا الفوائد المرجوه من المنتج ولا العوامل الديموغرافيه؟ طبعا هي العوامل الجغرافيه، بدل ما قسمت الناس على حسب الدول، اسيا لوحدهم واستراليا لوحدهم ونيوزيلندا لوحدهم، يبقى هنا ايه التقسيم الايه؟ الجغرافي. السؤال 31، عندما يستهدف برجر كينج، طبعا ده محل البرجر مشهور وموجود كمان في مصر، الاطفال والمراهقين والبالغين وكبار السن باعلانات ووسائل الاعلام المختلفه، فانه يمارس التجزئه على اساس السن ودوره الحياه ولا التقسيم النفسي ولا السلوكي ولا الجغرافي؟ انا بقول لك اطفال، مراهقين، ناس بالغين او شباب وكبار السن، يبقى هنا التقسيم على ايه؟ على اساس السن طبعا، على اساس السن الاعمار. اوكي، يبقى ده السؤال 31. السؤال 32، تقسيم الناخبين، اما ديمقراطيين او جمهوريين في الولايات المتحده، هو مثال على التجزئه السيكوغرافيه ولا الديموغرافيه ولا تجزئه المناسبات ولا حاجه اسمها تجزئه ما بين الاسواق؟ طبعا هي السيكوغرافيه، لان السيكوغرافيه بتعبر عن نمط الحياه، بقسم على حسب نمط الحياه، ونمط الحياه بينعكس في ثلاث حاجات: اراء الفرد وانشطته واهتماماته، وبالتالي تقسيم الناس على حسب اما ديمقراطيين واما جمهوريين، فاحنا ايه؟ على اساس ايه؟ اراؤه واهتماماته، صح كده؟ يبقى اراؤه واهتماماته يبقى التجزئه على اساس السيكوغرافي، يبقى ده الاجابه الصحيحه. السؤال 33، تتمثل مهمتك الحاليه في الشركه في العثور على المنافع الرئيسيه التي يبحث عنها المستهلكين في فئات المنتج. هم جابوك وقالوا لك طلع قول لي ليه الناس بتشتري المنتجات بتاعت الخط دوت او النوع ده من المنتجات، ومش بس كده، وقول لي كل منفعه مين اللي بيدور فيها، يعني انواع المستهلكين ازاي بيبحثون عن كل منفعه، كل منفعه المستهلك بيبحث عنها في المنتج دوت، قول لي مين المستهلك دول، اوصف لي الناس دي والعلامات التجاريه الرئيسيه اللي تقدم كل منفعه،
ماذا تسمى هذا النوع من التجزئة؟ ما ينفع المرجوة من المنتج، السن ولا السايكوغرافي ولا الديموغرافي؟ طبعا المنافع المرجوة من المنتج، اللي احنا زي ما احنا اتكلمنا قبل كده ان احنا ممكن نقسم السوق على حسب المنافع المرجوة من المنتج. فمثلا سوق معجون الاسنان، فهتلاقي ناس بتشتري عشان السنان البيضاء، عشان التسوس، عشان الجير وهكذا، والاسنان الحساسة، فدي كلها مجموعة منافع. فانا ممكن اقول ادور اقول لك المنفعة الاسنان البيضاء مين اللي بيدور عليها ومين الناس اللي بيستهلكوها او كده، فتلاقي مثلا يقول لك ده الشباب مثلا. طيب ومين العلامة التجارية الأشهر اللي بتقدم المنتج دوت؟ يقول لك مثلا سيجنالتو. طيب ندور على التسوس، مين الأطفال بيدوروا جدا على المنتج دوت؟ طيب أهلهم يعني بيدوروا لهم على المنتج دوت. طيب مين اللي بتقدم لها؟ مثلا يقول لك اسمها سانسوداي وهكذا. أوكي فدي تقسيم على المنافع المرجوة من الايه، من المنتج. السؤال 34، يقوم مسوق الشامبو بتصنيف المشترين كمستخدمي المنتجات بمعدل خفيف او متوسط او ثقيل، هذا هو تجزئة على اساس ايه؟ منافع مرجوة ولا حالة المستخدم ولا معدل الاستخدام والمناسبات؟ طبعا هو اساس التقسيم هنا على اساس معدل الاستخدام، قد ايه المستهلك بيشتري المنتج بتاعي، قد ايه معدل شراء للمنتج بتاعي، هل بيستخدمه بطريقه خفيفه حاجه كده كل اسبوع بيشتري مره مثلا، ولا كل شهر مثلا بيشتري مره، ولا متوسطه كل 10 ايام، ولا مثلا ثقيله كل 3 4 ايام يشتري زي الشامبو. فده يبقى تقسيمه على اساس معدل الاستخدام، وده معدل الاستخدام يندرج تحت التقسيم الايه السلوكي. السؤال 35، يمكن الوصول إلى الأسواق التي اخترت خدمتها في 4 محافظات بفاعلية، يمكن أن تخبر مدير التسويق أن هذه القطاعات هي إيه؟ هي قطاعات قابلة للقياس ولا يسهل الوصول إليها ولا كبيرة ولا قابلة للتنفيذ؟ يعني بعد ما قسمت السوق لقطاعات اكتشفت ان انت تقدر توصل للسوق المستهدف او القطاع المستهدف بالمزيج التسويقي دون باقي السوق، ده نقدر نقول ان على القطاع ده ايه، نقول عليه ان هو يسهل الوصول اليه، او ايه ان هو قطاع ايه اكسسبل، ان انا اقدر اوصل له إيه بسهوله. خلاص كده. السؤال 36، تنتج شركه جولين منظف الارضيات لجميع الاغراض. كل حاجه تفتكر ان هو ممكن المنتج عايزه تلاقيه في المنتج ده، وتوزعها وتروجها على كل المستهلكين في السوق بدون اي تفريق. تستخدم هذه الشركة التسويق المجزأ ولا الغير متميز ولا المتميز ولا لا شيء مما سبق؟ طبعا هو التقسيم الايه غير متميز، لان هي ما فرقتش مجموعة المستهلكين اللي عايزين ايه، معطر ولا المنظف ولا المعقم، لا هي اديتهم منتج واحد ينظف كل الحاجة وكل مستهلكين مرة واحدة، فده اسمه تجزئة على اساس الايه التسويق الغير متميز. السؤال 37 والأخير، تمارس شركة سينرجي استراتيجية تسويق حيث يتم استخدام مواردها المحدودة لملاحقة حصة كبيرة من قطاعين، فإن الشركة تتبع أي من هذه الاستراتيجيات؟ غير متميز، متميز، كلي، مركز. هي قالك مواردي محدودة وفي نفس الوقت عايزة حصة كبيرة، وحصة كبيرة من إيه؟ من قطاعين اتنين بس، يبقى ده تسويق اسمه ايه؟ تسويق مركز. وقلنا ان التسويق المركز بتتبعه وتستخدمه الشركات ذات الموارد المحدودة، وان هي بتحاول تحصل على حصة كبيرة جدا من ايه؟ عدد من قطاع واحد او عدد قليل جدا من الايه؟ من القطاعات. اتمنى للاسئلة دي تكون كافية لمراجعة الموضوع تجزئة السوق، وان شاء الله المرة الجاية نبتدي في الفصل المتعلق بالمنتج، وهو احول عنصر من عناصر المزيج التسويق اللي هنتكلم عنه بالتفصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.